وأنا من هنا على فكرة بحب أتوجه بتحية خاصة لقناة النادي الأهلي على البرنامج الرائع محاضر مجلس إدارة النادي الأهلي فنان سامح السريتي والأهلاوي المثقف جدا الصديق سامح السريتي اللي بيقدمه بشكل أكتر من رائع، وأشكره وعكاتي الصحية اللي خلتني أتأخر في النوم على أساس أتفرج على تسهر مع محاضر وأسهر مع محاضر مجلس الإدارة. مجلس الإدارة وبمناسبة الوعكة الصحية يستحق مني شكر خاص جدا الدكتور أحمد أبو أبلة لأنه طبعاً. هو جاري، وعندما علم بوقعتي ووعكتي حرص ان هو يجي لي رغم انشغاله الشديد جدا، قال لك مش ناقصه الفرقه غايب فيها كتير الحق اعالج ده. هو كان وقتها كانت اعتقد كان مشغول مع المزق بتاع الشناوي، فجاء مسقي قال لك مش ناقصه اشد، فقال لي انا هحاول انك انت تلعب بعد 4 ماتشات. قلت له انا عامل حسابي بس بيتش موسيماني ما رضيش. نعود مرة أخرى لكيف كانت الانتخابات. أنا لا أنسى طبعا تلك الانتخابات عندما يعني جيء بصالح سليم بضغط شعبي شديد جدا جدا لكي يعيد الجمعية العامة بقى الجمعية العامة جاء لكي يعيد إصلاح المسار اللي كان تقريبا فسد لعدم التجانس، وكانت مهمة صعبة. وأتذكر وقتها إن خبراء من كبار خبراء الانتخابات حذر الكابتن صالح لأنه كان 3-1، لأنه المطلوب إن مش المطلوب إن أنت تفوز، 2-1 عشان تفوز أنت مطلوب حاجة أكبر بكتير. صحيح. انت مطلوب 66.5 فقالوا له لا، فهو قال انا اثق في انه اللي دفعوني دفعا للعوده، وهو كان اصلا كان رفض الترشح قبلها وابتعد. اللي دفعوني دفعا الى ذلك لديهم الحرص على الاهلي العموميه، وانا اثق في الجمعيه العموميه، ولم تخيب الجمعيه العموميه ظنه وقتها، واصبح هذا الأسلوب الديمقراطي هو السائد في منذ فبراير 92.